وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة أن الرعاية الملكية السامية للقطاع الصحي مستمرة بعطاء متواصل وسخي، ما شكل حافزا كبيرا للصفوف الأمامية لمواصلة العمل على مجابهة الجائحة ورعاية الصحة العامة للمجتمع. كان خطاب سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه شامل وحمل مضامين ورؤى وطنية جامعة حددت أولويات العمل الوطني والحكومي خلال المرحلة القادمة. كلنا تابعنا الكلمة السامية اللي تفضل بها سيدي جلالة الملك وتابعنا التوجيهات الحكيمة اللي تفضل بإصدارها جلالته. أما ما يتعلق بالقطاع الصحي فهي تتجلى الرعاية الملكية المستمرة لمنتسبي هاي القطاع الهام والتقدير السامي لكل ما قام به ويقوم به العاملين في الصفوف الأمامية والجهات الأخرى اللي ساندتنا في مجابهة جائحة كورونا والحد من تداعياتها. هاي التقدير الملكي السامي وسام على صدورنا، يمدنا بالعزم، احثنا على مواصلة العطاء خدمة هاي الوطن العزيز المعطاء في ظل قيادته حفظه الله. يمثل الدافع للعمل المستمر دائما ما تحظى الصفوف الأمامية بإشادات ورعاية سامية من لدن جلالته. في هاي المقام أيضا لابد من الإشادة بما يقوم به صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بقيادته للجهود الوطنية المخلصة والمتفانية واللي أثنى جلالة الملك المفدى في خطابه على هاي الدور الكبير لسموه في خدمة وطنه وإشرافه على كافة التفاصيل لهاي اللحظة بقيادته لفريق البحرين وما يقومون به من عمل مخلص دؤوب في سبيل صحة وسلامة الجميع.